ولمزيد من النقاش المتعلق بهذه القضية ومستجداتها معنا من إسطنبول الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين. مرحبا بك معنا سيد عبد الرحمن. سيد عبد الرحمن مرحبا بك معنا. أهلا بكم. أهلين. تجددت التظاهرات كما تلاحظ في طرابلس وأخرى في بيروت، هل يمكن القول بأن الأزمة الاقتصادية هي السبب الرئيس لهذه التظاهرات أم أن هناك أسباب أخرى؟ نعم، يعني التظاهرات منذ 17 من تشرين الماضي هي كانت تحمل طابع اقتصادي أو الجزء الاقتصادي هو المحرك الأساسي، وتحديدا انهيار سعر صرف العملة اللبنانية هو المحرك الرئيسي للشارع. لكن هذا بطبيعة الحال لا يعني أن المشكلة اقتصادية بحتة أو أن آراء المواطنين هي اقتصادية بحتة، بل هناك مجموعة مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية يريد المحتجون أن تتم تلبيتها، لأن المشكلة بالنهاية هي مشكلة نظام سياسي وليست مشكلة اقتصادية أو مالية يمر بها البلد. أزمة الفساد المقنن في لبنان هي أزمة قديمة، وأظن أن الشارع بدأ يدرك ذلك، يعني يدرك أن الأزمة هي أزمة نظام وليست أزمة سياسة مالية أو سياسة اقتصادية. نعم. طيب، الجيش اللبناني الذي أرسل تعزيزات إلى طرابلس مع تواصل المظاهرات هناك، هل يمكن أن تلجأ السلطة أو السلطات اللبنانية إلى الخيار الأمني؟ هناك يعني جزء من السلطة الحاكمة يدفع باتجاه الخيار الأمني صح التعبير، لكن أتوقع أن الجيش اللبناني لا يستطيع الذهاب بالخيار الأمني حتى لو طلب منه رسميا ذلك، وإنما ربما هو قد يذهب إلى ضبط بعض المظاهرات ومنعها من الخروج من دوائر معينة، لكن الذهاب إلى خيار أمني بمعنى قمع التظاهرات أظنه خيار لن يذهب إليه الجيش اللبناني. هو أثبت منذ شهر تشرين أول الماضي أنه لن يذهب بهذا الخيار، لذلك أنا أستبعد هذا الموضوع لأن لبنان الوضع الأمني والهش فيه لا يسمح فعلا بقمع أي مظاهرة بشكل عنيف، وإنما ربما قد نرى إظهار بعض القوة أو بعض التدافع، لكن بمعنى خيار أمني هذا مستبعد كليا. نعم. كيف أسهمت المحاصصة الطائفية وسيطرة ميليشيا حزب الله في الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان؟ المحاصصة هي الغطاء السياسي للفساد صراحة، وفي ظلها ينمو الفساد، والطائفية السياسية هي التي تشرع لمجموعة من الفاسدين أن يتحكموا في هذا البلد. بالتالي النظام السياسي اللبناني بحد ذاته هو يعاني من مشكلة لابد من حلها، أزمة الطائفية السياسية والمحاصصة الطائفية. هذا من جهة. من جهة ثانية، اليوم حلفاء حزب الله في المنطقة مثل إيران وسوريا هم الآن تحت العقوبات، وبالتالي تحول لبنان بطريقة أو بأخرى إلى متنفس لهم لتخفيف هذه العقوبات، وهذا الثمن يدفعه لبنان اقتصاديا. هذه الخطورة الرئيسية التي يشكلها حزب الله على لبنان حاليا هي أن علاقاته مع إيران ومع سوريا أصبحت عبء وليس مكسب، عبء ليس على حزب الله وحسب بل على المجتمع اللبناني ككل، لأن معروف أن مثلا لما تعرف أن عملية تهريب الدولارات وتهريب المنتجات إلى سوريا وإلى إيران أيضا هي أصبحت جزء من الحياة اليومية للبنان، وأن الحدود مع سوريا هي تقريبا حدود سائبة يتم فيها تهريب كل شيء، وهذا ما أثر فعلا على الاقتصاد اللبناني وعلى التجار اللبنانيين وعلى الصناعيين اللبنانيين. وبالتالي العلاقات مع إيران ومع سوريا أصبحت عبء كبير على لبنان. نعم. وهذا برأيي الأزمة الأساسية التي يعني منها حزب الله حاليا. هناك من يرى من ناحية أخرى أن الأزمة الأخيرة أظهرت عجز النظام السياسي في حل مشكلات البلاد، هل إقالة الحكومة خيار مطروح لمحاولة حل هذه المشكلات؟ نعم، إقالة الحكومة هي خيار مطروح، لكن هل ستحل الأزمة؟ بمعنى هي بالنهاية الأزمة ليست أزمة حزب الله وليست أزمة حكومة أو قرارات اقتصادية، هناك نظام سياسي بحد ذاته برأيي طبعا لا يمكن له أن ينتج حكم قابل للحياة في هذا العصر، لأنه يقوم على نظام المحاصصة الطائفية، وطبعا نحن نتحدث عن المحاصصة الطائفية لا نستطيع أن نقوم بمحاسبة حقيقية وبمعالجة حقيقية وبديمقراطية تسمح للشعب بإنتاج طبقة سياسية جديدة، وبالتالي الأزمة أزمة نظام، لا يمكن في ظل وجود استمرار نظام المحاصصة الطائفية أن نذهب إلى نظام سياسي شفاف وصريح مع الناس. وبالتالي هي أزمة نظام، لبنان ما يعني أخطر يعني أن هذه الأزمة أزمة نظام، وبالتالي أي حل ينبغي أن يكون حل من النظام وليس حل مؤقت. ممكن أن تشترح بعض الحلول المؤقتة لكنها لن تقضي على الفساد
الذي أصبح أقوى من الدولة ذاتها. نعم. طيب ننتقل إلى ما صرح به سعد الحريري الذي قال أن المساعدات الإنسانية لسوريا هي حلقة من سلسلة التهريب اليومي. مشاركة ميليشيا حزب الله في سوريا كيف أسهمت في تردي الواقع في لبنان؟ يعني الرئيس الحريري هو كان رئيس الحكومة، وهي هذه الحكومة لم تكن تتخذ أي إجراءات تجاه عمليات التهريب من وإلى سوريا، وبالتالي أعتقد أن موقفه الآن هو موقف سياسي وليس موقف عملي، لأنه عندما كان في موقع السلطة لم يتخذ أي إجراءات في هذا الخصوص. نعم. بالنسبة لمشاركة حزب الله في سوريا، هي بالطبع يعني أدت إلى انقسام جديد في المجتمع اللبناني حول الوضع السوري، وهذا الانقسام زاد من الأزمة السياسية في لبنان. الموضوع الآخر أن لبنان الآن بدأ يتحمل عبء ليس الأزمة السورية وحسب، وإنما عبء جميع خصوم أمريكا في المنطقة، وهذا شيء لبنان لا يستطيع أن يتحمله. بمعنى لبنان بحكم تركيبته المعقدة لا يتحمل عمليا أن يكون جزء من أي محور إقليمي أو دولي، وبالتالي لابد من فعلا من إخراج لبنان عمليا من سياسة المحاور، وهذه خطوة مطلوبة وأساسية. لكن للأسف على ذكر المحاور، أستاذ عبد الرحمن، هناك سؤال يتعلق بهذه الأزمة الاقتصادية في لبنان، هل يمكن أن نربطها بالأزمة التي يمر بها المحور الإيراني ككل أم ليس لها علاقة بهذا الموضوع؟ نعم بطبيعة الحال، لأن كما تعرفون هناك أزمة عملة صعبة موجودة في إيران وموجودة في سوريا، وهناك تقارير كثيرة تتحدث على أن هبوط العملة اللبنانية بدأ مع عملية تهريب بأرقام كبيرة للدولار من لبنان إلى إيران وسوريا، وبالتالي هذه عملية التهريب هي التي أدت إلى سقوط سعر العملة اللبنانية في السوق اللبناني. نعم. وبالتالي نعم، هو جزء من يعني الأزمة في لبنان هي حلقة من أزمة محور كامل، وبالتالي لا يمكن حل هذه الأزمة إلا بحل أزمة المحور بكامله أو بسحب لبنان من هذا المحور وعودته فعليا إلى سياسة الحيل. وهذا ما لا يبدو سهلا في الحقيقة كما تعرف سيد عبد الرحمن صلاح الدين. أشكرك جزيلا المحلل السياسي والكاتب الصحفي اللبناني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول. شكرا لك.